أعلن المدير العام بالإنابة للإدارة العامة للإطفاء الكويتي اللواء خالد التركيت السيطرة على الحريق الذي اندلع في دار الأوبرا بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، لافتا إلى عدم وقوع إصابات جراء هذا الحريق. هذا وقد اندلع حريق في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي المطل على شاطئ الشويخ بوسط العاصمة الكويتية صباح اليوم، وقد شهد تصاعد للدخان من أحد مبانيه الأربعة. وفور اندلاع النيران هرع رجال الإدارة العامة للإطفاء إلى موقع هذا الحريق، وقد تولوا عملية إخماده مع السيطرة عليه. هذا ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الكويتي السيد عبد الله المفرح. سيد عبد الله، أهلا بك، وكيف تبدو ملابسات هذا الحريق الذي وقع في دار الأوبرا؟ أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. طبعا اليوم نأسف أن وقع حريق في الكسوة الخارجية لمركز جابر الأحمد الثقافي اللي هي دار الأوبرا، وكان الحريق علو المكاتب الهندسية وليس في أحد المسارح. وطبعا على الفور توجهت فرق الإطفاء في الكويت، أربع فرق إطفاء، وخلال طبعا وصول الفرق بزمن قياسي ساعد بالسيطرة على الحريق خلال ربع ساعة. هل تم التعرف على يعني سبب حدوث هذا الحريق؟ الأسباب الأولية تشير إلى أن هناك أعمال صيانة ولحين في الموقع، ولكن حتى الآن لم يخرج تقرير رسمي في الأسباب. نعم، يعني هذا الحريق الذي وقع، يعني هل وقعت فيها أي إصابات جراء هذا الحريق؟ ولله الحمد، ولله الحمد لم ينتج الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية، فقط اقتصرت على أضرار الأضرار على الخسائر المادية فقط. هل تمت السيطرة على هذا الحريق تماما إلى الآن؟ حاليا تقوم فرق الإطفاء بعمليات تفتيش بحثا عن أي شرارة قد تكون ما زالت مشتعلة، ولكن الحريق بوضع ممتاز. يعني هو سرعة وجود رجال الإدارة العامة للإطفاء إلى موقع الحريق واتجاههم إليه ساعد في إخماده سريعا. طبعا كل الشكر للأخوة في الإدارة العامة للإطفاء، تمكنوا من إخماد النيران خلال ربع ساعة، وحاليا تعمل فرق التحقيق لمعرفة الأسباب النهائية وتقديمها للجهات المعنية. أشكرك الكاتب الصحفي الكويتي السيد عبد الله المفرح، كنت معي هاتفيا من الكويت.